الى خالد الهبر الفنان خالد الهبر مصور كيفك؟ منيحه. اليوم عم تشوفكم من بعد استقاله الرئيس الحريري، رجعتم. هيدا الشيء اللي صار اليوم ما بينفس الشارع او منه مبادره من السلطه السياسيه تيقولوا نحن سمعناكم هلا خلونا نشتغل. انا خوفي انه اللي صار اليوم، مش خوفي يعني، بس انه بشوف اللي صار اليوم بقوي عزم الحراك الثوره يعني والشارع، بس الخوف انه يعطي انطباعات تانية ما بدنا نوصل لها نحن. اي نوع انطباع؟ يعني انطباعات طائفيه، وما نوصل يعني نخلينا حراك مدني لا طائفي علماني بكل البلد. وبعدين بدي اقول شغلي انه هيدي مش استقاله الحريري، هيدي استقاله الحكم. يعني هاي الحكومه هي بتمثل المنظومه الحاكمه كلها بالبلد، فما تحطوها انه استقال الحريري، لا، الحكومه استقالت بكل مكوناتها، وفي ناس احسن وفي ناس اضرب. اليوم صار الوقت مع كل شيء عم نشوفه بالشارع على الكر والفر، ان كان بين بعض الحزبيين والمعتصمين بالشارع او المعتصمين، وايضا شفنا كمان بعض الاشكالات مع مكافحه الشغب، صار الوقت الشباب يطلعوا من الشارع؟ لا انا برايي بعد ما صار وقت يطلعوا من الشارع، ممكن يغيروا حركتهم بالشارع، بس ما صار الوقت لانه بعدنا باول المشوار، يعني بعد في كثير خطوات تنوصل لجزء انا برايي بسيط من اللي عم نحلم فيه. اليوم حققوا اول هدف اللي كان هو اسقاط الحكومه، ولكن نحن ب 13 يوم كنا عم نشهد، يعني اول ما بلش هيدا خلينا نقول الانتفاضه او الحركه، كان في تعاطف كثير كبير من الشعب اللبناني. اليوم بعد 13 يوم بلشنا نلمس بالشارع مشاكل، العالم بلشت تنزعج من تقطيع الطرقات، هل هذا الموضوع بعده مقبول اليوم قطعا؟ هيدي التدخلات السياسيه اللي صارت، انا برايي ما بصير في انزعاج عام هيك فرتك انزعجوا العالم، في تحضير لشغلات كانت عم بتصير بس ما زبطت، يعني كل الحركات اللي حاولت السلطه تعملها واحزاب السلطه تعملها ما زبطت معها، فانه طلعت براس الحكومه هلا، بس هيدي عم اقول لك اول خطوه. وبعدين الشارع بيوصل لمحلات خطره كثير، انا برايي ما حدا يلعب هاي اللعبه، كثير خطير الشارع. بدي اسالك سؤال اخير بعيد عن السياسه، كل وقت عم نسمع اغانيك محطوطه بساحه رياض الصلح، قد ايه بيعني لك الموضوع؟ لا بيعني لي انه اغانيي عم تساهم بجزء بسيط من هالحراك هيدا، يعني انا بحس حالي فرد من هالجماعه ككل، وهي مساهمتي بالحراك، اكثر من هيك ما في. شكرا لك.